كلنا أيضا محمد. بهذه العبارة ختم رسامي الكاريكاتير النمساوي أوليفر شوف مشاركته اليومية في صحيفة دير ستاندرد النمساوية واسعة الانتشار. فبرسم كاريكاتيري موضوعي جسد شوف تأثير الإسلام على مناحي الحياة في أوروبا ودور الحضارة الإسلامية في إثراء القارة الأوروبية بالعلوم والفلسفة والفنون، علاوة على حمايتها للحضارة الإغريقية ذاتها. لقد فجر ما حدث نقاشات حادة حول قضايا الإرهاب وحرية التعبير والهجرة إلى أوروبا وعلاقة الإسلام والمسلمين بها. وشخصيا رأيت أنه من الإجحاف عدم التذكير بفضل المسلمين وحضارتهم على أوروبا والإنسانية. يأتي هذا الرسم المعبر في وقت يترقب فيه المسلمون في النمسا مآلات الأمور فيما يتعلق بنزعات كراهية الإسلام على خلفية حادث باريس، والتي يقودها اليمين المتطرف بدعم من وسائل إعلام محسوبة على الأجنحة اليمينية الرافضة للوجود الإسلامي في أوروبا. جاءت هذه الكاريكاتور لتقول أن حركة التنوير وبالأخص قسمها العلمي جاء من العالم الإسلامي، وهذه مسألة مهمة جدا تحت الظروف الحالية. فنحن لدينا الثقة أن بعض صناع القرار الإعلاميين والسياسيين معتدلين في تعاملهم مع هذه المسألة. وتعد النمسا التي اعترفت رسميا بالدين الإسلامي منذ عام 1912 نموذجا إيجابيا في أوروبا من جهة التعامل مع الأقلية المسلمة بالبلاد، والتي يبلغ تعدادها نحو 500 ألف شخص. من بين الرسوم المسيئة التي أثارت حفيظات المسلمين في جميع أنحاء العالم، تخرج هذه الرسوم النمساوية المضيئة علها تلطف من أجواء الاحتقان وتخفف من وتيرة العداء للإسلام في وسائل الإعلام الغربية. أحمد المدبولي، تلفزيون المملكة العربية السعودية، فيينا.